انا متشوكيش من الكورونا نهار سمعت الفيروس كورونا بدا يتفشى في العالم وخرج من الصين. ديجا من نهار بدا في الصين وشفنا ديك الحالات فيها اللي نكذبوها فيها اللي صحيحه. كومام احنا على بالنا بلي كاين دي زاتاك من عند اليهود والامريكان ومنها وداير شفناهم كونفيلمات بكري وهذاك. دونك سما حاجه كيما هذه لا داعي للهلع. انا كي نشوفها نقول لا وصلنا للقرن 21 تسمى الانسان دوك العلم تطور ومننا نظننا متحكمين في الامور مو سيرتان فيروس صغير هكذا راح يدير الهلع ومنا هذه ما نيمونجينوهاش في راسنا. بصح صرات فعلا صح كاينه بانيك كيما نقولوا عالمي انترناسيونال وهذا كاين بصح كل بلاد كيف خضات هذه لابانيك الا الجزائر توجو الجزائر في حاطين روحهم ما نعرفوش يعني مع لو كانوا يستهتروا هذا الفيروس يستهتروا فيه تاع الصح ومن بعد ولاو خافوا منه اكثر من اللزوم. كيفاه تروح اللي سوبر تلقاهم فرغت السلعه تاعهم تروح تلقى الدقيق يخطفوه وكل يقول لك ممنوع التجمعات صح وعاو في هذه زعما عادهم يتجمعوش بصح ومن بعد خلاو الدقيق داوه وكل ولاو يتجمعوا تول السامباك كي جا الكاميو تاع الدقيق صاروا فيها ومام شاك با اون افون ومان بون دو ديبار. كل مره هكذا شعب غير واعي. انا نشوف فيه بلي شعب اكثر كيما نقولوا قلاد اكثر ما هو واعي يقلدوا برك. شو نهار يجي باغ اكزومبل العيد الناس كل لابسه والمحارق والولاد يلعبوا جو خاص ما تشوفوش يعني في العالم الاخر هكذا. دوكا لابانيك تاع الفيروس وكل مديرين لي غون الكمامات ولاد صغار. انا ما فهمتش لا ولاد صغار مديرين الكمامات يسوق في البسكليت يجري بالبسكليت ومدير الكمامه مش رايح كما هو يعني كي نحي الكمامه في فمه تولي له قريب او لا سينيزيت لا مدير الكمامه نعرف كمامه يديرها في السبيطار ولا المريض يخي هكذا باش ما يعديش غيره. علاش راهم دايرين الكمامات كل برا ويدوروا بهم رياء سي فاسون تاع ملقاو يديروا شعب فاضي ما عندوش ساعه يجي البالو كل بالو ساعه يجي كوب ناسيونال ولا ام درمان اوكلي خلات جا الفيروس هذا اوليولي ياخذوا المساله بجديه يعني فيروس هذا يبين الديفو تاع الشعوب كيما الصين واش بروفا فيهم فضحهم من ناحيه احنا ما كناش على بالنا اكزاكتومون واش راهم ياكلوا لاشي نسمعوا بالك ياكلوا القطوطه مي فينالمون كاين دي ريبورتاج ديفيزيهم غير في هذا الشهور الاخرين هذو اي باس الناس كل حيرت مايتي ستوبي فيك فيه ياكلوا الحوايج هذو الجراد وياكلوا الخفافيش وياكلوا هذاك سي ماجينير كومام. بصح هما فضحهم ربي على حساب اسلوب المعيشه تاعهم هي اللي جابت لهم سوا ديزون الفيروس هذا. نو انا مش نقول تسمى سي فاسون دو دير بلي كي تخرج على ناتور هيومان ممكن تحكم حوايج اخرين. حتى في القران في القران كاين ربي يوضح يقول ما تاكلش الميته واللي عضها السبع واللي منها فيها دي فيروس حاب يقول ربي كاين اختارت وما تعلموهمش سي دي دونجي ميكروسكوبيك وما تشوفوهمش. حتى والذبيحه لازم طريقه كيف تذبحها وكيف تخلص من الدم الفاسد هذاك وتلتوتي اونف هادو حوايج علمناهم ما بقاوش حاجه ميستيريوز ولا ذاك. بصح في الصين كي جا هذا المرض وبروباجا ثم عرفنا لي ديفو تاع الشعب هذا انه ياكل نيمبورت كو جاب روحو للهلاك. بصح من بعد تالمون كي سون موبيليزي والشعب في بعضها سوليداريتي وكل ما يلزم تخلصوا عليه سوا ديزون للمعلومه اللي عندنا. لا بصح الشعب تاعنا هو بان ديفو تاعو مسلم يا اخي مسلمين كيفاه بن عمي ما كان والو اصبحت يا ربي ما طاب ما تحرق عشيتو خليتو الدنيا دقيق كل خبيتو في الدار من جاكم الصوارد من اين لك هذا؟ كيف خليتو لي سوبيراتيو غير في الماركه تشرب خليونا كيلو دقيق الحم والديكم رحت الساباك البارح كوم نورمال جي با ايموجيني بلي روح ما لقاش كيلو دقيق لقيت غير باليطات فرغه وصرا صافي لا بانديمي تجيب لا بينوري يا اخي هذه لي لافالونش تاع الثلج راح تجيب حوايج اخرين هي سي ناتورال راح تجي بصح تجيب حوايج اخرين وجبت لنا الهم فيروس حاشاه الشعب اللي ماهيش متربي وهاو الديفو تاعنا اوني با سوليدار تحب ولا تكره كل انسان اناني في هذه البلاد هذه سا سو فوا زغبت فيروس دوريان ديتو بداو يخافوا على روحهم نفسي نفسي يكونك سوليدار دينا ربي اخي. قلت انت الطب واش راهم يقول لكم ضليني يوعيو فيكم يقول لكم سبان دونجي مينو هذا الفيروس هذا برك حابين نقولوا كان فئه هشه من الطبقات تاع الشيوخ والله حذاري الا كان تا جونك بورتور دي فيروس تقدر تعيش به ويفوت عليك سمانه بلا ما يدير لك والو حذاري انك تعدي غيرك اللي هو شيخ مريض كرونيك تديه في الهاويه برك هذا ما كان هذه يلا الدونجي تاعو اللي يهضروا عليه. ثم خذيتها بكل يعني بواحد لا فاسون هكذا دراماتيك انك انتيا تولي تخزن الماكله زعما غدوه كون يقول لك ما تخرجش من الدار ما تخرجش
تسمى تقعد عام وتعيش تاكل في البنان وتاكل في الدقيق وتاكل. الله اللي يتربحكم يا الشعب يا مريض يا اخي. احنا الشعب ما نحتكروش السلع والله، سواء تاجر والله 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 انسان تعيش يومك برك يدي كيلو دقيق تاكلوا اليوم وغدوه يرحمها ربي. يا اخي كاين السلعه والله، يا خليت عليكم هكا خوفين تخافوا من موتها، يا ماكش راح تموت كون كاين اخي بصح اخي نامنوا بها والله. خلينا كل واحد يجي يقول فولي طيب نلعبوها زعما نهضروا هكذا، وحنا فينالمون فون ما ماناش هكذاك، تما دايرين فاسيط برك. علاش راكم دايرين الكمامات وليغون وكل فرمله والله؟ لا كنت تمشيو في الطريق بالطريقه هذه كنتو هلع، ما بقيتوش بنادم نورمال. وهذه سي 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 انفيفابل باش تعيش انت بكمامه وتمشي في الطريق. لكن رحتوا تهضروا على لاشين وتقولوا شعب راقي ومتحضر وهم يديروا الكمامات وما يعيبوش بعضهم نورمال، هذاك سي بو لا بوليسيون ماشي بو لي فيروس. لي فيروس كانوا قبل الفيروس هذا كانوا مدير الكمامه تاع جلا بوليسيون، على جال هذا ما كان دورها بسكليتات ومنهم يحاربوا. انتم عندكم ناتور الطربق ومن سيرتو في الصيف العالي خمشتو خمشتو دين باباه الكلب يكونوا نورمال برك. لا دير الكمام اعطيني الحكمه، لا دير الكمام مع انه قال لك لو فيروس هذا سيونتيفيكمون ما ينتقلش غير باللعاب وما ينتقلش اون ديستونس با موان ك كيما نقولوا با بليس دو 50 سنتيم، غير كان جغبل لك بنادم في فمك ما ينتقلش من الهواء يموت في الهواء. وزيد في في لي سيرفاس تاع اللي نحطوا يدينا عليهم كيما في الـ في لي بوني تاع الباب وفي البلايص ما يعيش بليس دو 2-3 ساعات. دونك ما عليك غير تغسل يديك، لا كوتوم انك تعلم تغسل يديك لو انت ماكش موف تغسل يديك سيتو. اي هنا مع الوجه ريفلكس بير واحد يتلاح الوجه والخنان فوق دونك هذا هو ليرور بصح با لو طون اون سيمان دي جور خلاص بعد تولي ابيتود انك يديك ما تروحش لوجهك غير لك نغسلها. هذا من الايمان طهاره وخلاص نورمال. الروح والروح ونولي ونقولوا ربي لا راهو يقول ربي لي وصانا بهذ الحوايج قبل ما هذا لي فيروس. كان ربي على باله بلي كاين اوبئه وخماج وحنا حنا وني ماشين. العبد ماشينه فيه الداخل ماكينه كيما فيه الداخل عندنا دي سيلول عندنا ديفونس عندنا ليمينيتي تاعنا تضعف وتقوى تقوى بالماكله بالبونيجيان وماكله مليحه ومورال مليح وتضعف بالمشاكل وبالاكوميداسيون تاع الخماج وتاع لي بكتيري في الكور. هذا ما كان صفي نفسك وطهر نفسك يعني النظافه الاكستيريور هي الاولى، هذه الوقايه خير من العلاج. لحتى نقول لكم اللي جابيري يغسلوا يديكم نعم بو الشيطان مش هكذا، لازم ديروها بيتيود كوتين في حياتكم. هذه هي نظيف طاهر وتربح، ما كاش من هذيك برودوي هذه انتيسيبتيك هيدروالكوليزي هذه ما كان لها بالصابون والماء. قال لك واحد المثل بكري يقول لك الماء يغسل الوجدان ولهذا في الطهاره تاع الدين تاعنا في الصلاه. لا قال لك سبيغ لوضو بالهيدرو هذه يخي بالماء برك، وانما تخلل كيما نقولوا ما بين الاصابع ما بين هذا ما كان حاجه ما تبقى داير. حنا يدينا سونغرا كيما نقولوا دسمه يدينا عندهم دي بور تخرج حوايج دسمين ما يخليوش حاجه تقعد فوق فوق لا سيرفاس تاع لا بو تاعنا. تولي جور كاينه حاجه دسمه ما تخليش هذيك لا كراس تكون مع الماء سي بون. شنو هذا ولاد صغار مديرين الكمامه وفي البسكليت يدور راه كومبونسونتي الطفل علاه مديرين الكمامه مسكين مديرين كي الكلب مدير الكمامه ويجري بها الكمامه تندير اوكا وين وين تعود عندنا هنا ملايين والاف المرضى يعني ما تقدرش تعرف بين خمسه ثلاثه امراض. دونك اون اوبليجي هنا نحكموا ديالنا الاولى نحكموا بلايصنا ما تحركوش بزاف. ولا كان درت كمامه هنا واحد ميلومك بصح انت كمدير الكمامه ومازال الحال تسمى مازال الجو نظيف ما تقدمش للعبد لا شكيت فيه ما تقدموش لبعضنا نديروا ان ديستانس ما نكونوش كي نمل لازم نسلموا على بعضنا بان عقبوا كاين ان ديستانس تاع امتر برك وهدر وحكي مجغابلك بيسيتو طريقه كلام ما يا ولا واش هذا سني يا اخي نظن الطب فهمونا فيه ولي سبيشاليست وقال لك الفيروس هذا هاك فهم سيستين سيستين فورم دو غريب وشني هذا الفيروس هذا غير لا كورون تاعو برك باش ما نعرفهاش الكور تاعنا يعني ستون غريب بطريقه اخرى كاتيجوري اخرى برك تسمى كاين فيروس حيلي شويه جنب داير كل ديسيني والله الفيروس يغير الجدار تاعو جند الله نورمال كائن حي يعطاك الكور تاعك وربي يدير لك لا ديفونس انت واش طارتك يسمى هنا كيما نقولوا الفيروس غير الجدار هو ستون غريب داير الفيروس هذا الكورونا اللي موان دونجور كو الفيروس ابيتويل اللي نعرفه سيزوني لا باسكو هو ما يعيش بزاف كيما في الكوريما كيما لا غريب. لا غريب تجيب لك 15 جور نورمال هو قال لك اون سيمان با بليس دون سيمان هكذاك البيك تاعو من بعد يبدا يتنح
يتلاجا. هذه واحده. دوزيامو كاين اللي تعقب عليه بلا ما يحسها، عنده اون ديفونس ميليتير مليحه برك، يدير كحه ولا زوج وتعقب ليه رشاك ماهوش قوي باه يعطيك ليميونيتي هذيك. هذا ما كان، كان حيليك غير الجدار تاعو. لا بريمير فوا تسخن بيان سور باسكو الكور تاعك تخلو ان كور ايترونجي، لي لوكوسيت واللوفوسيت هذوك واش نسميهم لي غلوبي بلون، ما يتعرفوش على الفيروس، دونك يديروا يدير واحد الدفاع يسخن الكور تاعك منه باش يتغلبوا عليه. هذا هو لي كومبليكاسيون، هو يسي يروح لي برونش بيلمونير باش يستصين ثم. هذه هي الكومبليكاسيون تاعو. وين كيعد انسان كبير اجي عنده دي بروبليم بيلمونير ولا ممكن يهلكو يدي به. بصح كي تعود تا نورمال دير سبور عادي نورمال، دونك كاين ان دونجي ايمينو على بالنا، ما نقولوش ماهيش غنسهلو، لكن نحوس على الكومبورتمون ايمان العبد كيفاه ويتعامل. انا نشوف نص الناس شنو يقول، يجي عقب واحد قال لواحد واش قالو، قالو راك مدير كمامه، وقالو كي حب ربي يدخل لك على وذنيك، قالو هما يصيبونا لما كتبه الله لنا. لا، علميا ما يدخلش على وذنيك، علميا يدخل على فمك بلا صليب باش يزرب يعيش، سينو كون يلقى روحو برا هكذا لا ديستونس المسافه الزمنيه وهذيك اللي يمشي فيها ما ينجحش الفيروس، يموت في الطريق، ني با سي بويسون لدرجة كيما نيماجيني فيها. دونك تسمى علميا ها واش يقول، تحلى بالعلم. ربي كان على بالو كي يدير الأوبئة، وهذه الرسول صلى الله عليه وسلم كي تنبأ لهذ الحوايج وحي من الله، صرات الأوبئة في وقته. كي نقولوا أوبئة كيما نقولوا بانديمي، كيما هذه فيروس ولا بكتيري معينة واعرة، ولا كيما الكوليرا ولا سي دي بكتيري هذو واعرين كيما الفيروس كثر. دونك تسمى كي تكون بانديمي في الجائحه، كيما نقولوا الجائحه، كي تكون جائحه في شعب جائحه بليتو سامحوني في بلاصه معينه، تسمى حنا واش نديروا؟ اتخاذ لي مويا سي لا كارونتين كيما يقولوا، ما تخرج منها ما تدخل ليها تو سامبلومون. يا سيدي يا سيدي، دوك حنا كيما نقولوا دخلوا الطيارات وخرجوا ما تحكموش فيهم، هذه افير الدوله هذه، زعما واش نديروا لهم حنا؟ اخويا ديرها في دارك، ديرها في 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 بلايصك، مش معناتها بلي تيزولي روحك يعني ما تلاقي ولادك ما تلاقي اهلك ما تلاقي، لا كاينين ديستونس تاع تاع متر، سكر فمك شويه، هدر بالبوسمو هذاك، هدر بالكيتمان، ومن بعد كيما نقولوا الهواء ما يدير والو، استنشاق الهواء تاع المريض وما يعقبش. اي كومام ليه سحر هذا ولا ليه سحر ولا؟ يعقب لا صليب حاجه ليكيد ملموسه، ان سائل ليكيد يمشي فيه الفيروس، نقل فيها حاجه في الويد يمشي فيها. يا سيدي راح تقلبونا لور، لكم خايفين الدرجه هذه؟ وديجا ماكمش خايفين تقلدوا جسد الطربيه. نقول لكم معلومه ونختم، والله شوف كون يفوت هذا الفيروس هذا ويقولوا لنا صاي سي بون كيما صارت في الصين فات ما كانوا كان دونجي، الشعب ما يقدرش ينحي لي غون الكمامه. ولات نوما بيتيد اي سي سون طري بيان، يقول لك انا فرملي نمشي في الطريق، زادوا قيمه تسمى كيما نقولوا يمشيو بهم رياء هكذا، ما ينحيهاش، مش راح ينحي لي كون كيبان ينحي لي كون نو، ولفت بهم ليه باهيين